قبور راي عمرو نفسه. الدردير رئيس المنظومه العامله في الزمالك معانا ويدخل معانا يقول لنا رايه في الكلام ده. يا عمور مساء الفل. مساء الخير يا مصطفى حبيبي، اهلا بيك يا عمر. عمرو ربنا يخليك يا مصطفى. مس عليك الاستاذ منتصر والاستاذ علي السيسي. استاذ عمرو اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. ازيك يا استاذ عمرو؟ علي السيسي راجل نجم كبير. سمعت اللي قاله يا عمرو حبيبي؟ يا عمرو اتفضل. سمعت اللي قاله الاستاذ علي بيقول لك لقب بطوله افريقيا سلب من الزمالك، انت موافق على هذا الكلام؟ بطوله افريقيا طبعا الزمالك تعرض، احنا كلنا عارفين ان الزمالك تعرض لظلم شديد قبل البطوله اثر على ان يفوز بالبطوله طبعا، هتقدر يختلف على ده. طيب خليني برضه اروح معاك لحته يمكن اختلفت فيها انا والاستاذ منتصر الرفاعي. مباراه الترجي والمولوديه، هل كان يجب على اداره الزمالك الحاليه كلها موقف تسجل موقف، ولا الصمت كان لغه العظماء ساعتها؟ الو الصوت وحش قوي. الصوت طيب وحش يا عمرو. انا بقول انت كده سامعني؟ انا كده سامعك. هل كان يجب على مجلس اداره الزمالك يسجل حضور قوي بشان مباراه المولوديه والترجي اللي دفع برضه ثمنها الزمالك وخرج من دور ال 16 من دور المجموعات؟ والله الزمالك سجل يا استاذ صبحي، الزمالك سجل وبعثنا للاتحاد الافريقي شكوى وعملنا اللازم يعني، لكن انت عارف ان الاتحاد الافريقي والاتحادات دي بيقول لك هات لي دليل. صحيح. احنا بعثنا طبعا شريط المباراه دليل، لكن هو عايز دليل، عايز مكالمات، حاجات تمسكها على الفريقين، طبعا ده مش موجود عندنا. طيب وكلمنا عن ماتش بقى، انت عارف بكره الاهلي والزمالك ودمولي دي الكره المصريه. طبعا بطولة خاصة جدا ما بين الفريقين الاهلي والزمالك، اي فريق فيهم بيحب يفوز بالبطولة الخاصة دي مهما كان مستوى الاهلي والزمالك قبل البطولة، في البطولة دي بيستفيقوا وبيلعبوا بطولة خاصة جدا بينهم الاثنين. الزمالك ان شاء الله جاهز لهذه المنافسة، جاهز للبطولة الخاصة دي بشكل جيد. يمكن عندنا غيابات بس غيابات مش كتير، على رأسها إمام عاشور وهو لاعب مؤثر على فكرة في الفريق يعني. طبعا. لكن الزمالك عنده ذخيرة من اللاعبين قادرة تعوض. أهم حاجة في المباراة بيلعب عليها مستر كارتيرون هي الروح، والروح روح روح الزمالك إذا عادت أي فريق قدامها بينكسر. الزمالك فريق كبير، لما بيلعب بروح وبيلعب بأدائه العالي يكسب اي حد ان شاء الله يعني. طب قبل ما اروح للاستاذ علي بسؤال عن الحكم المباراه، موقف اداره الزمالك من تعيين محمود البنا والاصرار عن ان الحكم يبقى مش اجنبي كان ايه؟ والله طبعا انت عارف موقف الزمالك واضح وصريح من اول لحظه، الزمالك من اول لحظه رفض الحكم المصري، بس هتلعب رافض تماما لاي حكم مصري، احنا عايزين حكم اجنبي، قلنا ده مرارا وتكرارا، لكن اتحاد الكره عنده اصرار غريب جدا على تعيين حكم مصري، وانا بقول له وهو قبل المباراه ما تبدا ان ده اللي بيحصل ده ضد مصلحه التحكيم المصري، التحكيم المصري اللي هيتهز بعد هذه المباراه، واعتقد لا الفريق ده ولا الفريق ده هيرضوا باحكام الحكم ده، وانا بقول لك اهو المباراه القادمه للاهلي والزمالك هتكون بحكم اجنبي. انا اخشى ان المنتصر عايز يكلمك، انا اخشى بس المباراه بكره تصدر لنا مشكله جديده للكره المصريه. اتفضل يا منتصر. اكيد 100%. استاذ عمرو اهلا بيك، مشرفنا منورنا. كنت حابب اسالك، كان في تصريحات نسبت النهارده للمستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنه القضائيه المكلفه باداره شؤون الزمالك فيما يتعلق بانه زيزو عنده عروض، وانه لو النادي الاهلي تقدم بعرض سيتم مناقشته، واعتقد المركز الاعلامي او الموقع الرسمي وحضرتك رئيس المنظومه اصدرتوا بيان نفي، ايه القصه؟ الحقيقه احنا عندنا حاجه غريبه جدا، اي حد من نادي الزمالك يا استاذ منتصر بيتكلم في اي موضوع يتم تحريفه فورا، يعني النهارده مثلا المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس النادي تحدث في مداخله مع احد البرامج وبيشرح موقف زيزو ان ما فيش اي حاجه بالنسبه له وان ما فيش اي مفاوضات من الاهلي، اتكلموا في موضوع تاني يعني، سابوا الكلام اللي الراجل بيشرحه، قال لك الزمالك موافق في الشرح وبيوضح الحقيقه ايه، ومسكوا في ان الزمالك موافق. يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، حضراتكم مش مستجدين ولا حديثي خبره
وهكذا الإعلام الأهلاوي يصدر المشاكل للزمالك قبل أي مباراة. فالقضية مفهومة، الجمهور عارف كده. أنتوا اللي بتساعدوا كمسؤولين في النادي بتساعدوا الإعلام الفاسد على أنه يزداد فسادا، بس أنتوا قفلوا على النادي وخلاص. والهرتلة دي ما تعبرهاش يا أخي، ما تردوش عليها. أنا أقسم لك أن إحدى الصحف الكبيرة بتعمل الأخبار الملفقة دي عمدا. ده حقيقة والله فعلا. أنا مش مختلف مع الأستاذ علي في حاجات كتير. يعني التعامل قصدي يبقى فيه حنكة، يبقى فيه خبرة، وغرف يبقى فيه يقصد يا عمرو عدم التناول للأمور بهذا الشكل بالظبط. وإثارتها، ما هو بجرك بيعمل مشكلة. عمور هسيبك بقى عشان تتصحر. ها اتفضل يا حبيبي. شكرا عمرو، اسعدتنا بوجودك معانا.